بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بدي أستأنف حديثي في بعض النظريات المهمة بالنسبة للكونغرونسز اللي هي بعنوان ويلسونز ثيرم. المرة الماضية تكلمنا عن الفيرمات لاست ثيرم، كانت تتكلم عن الباولز، أن ويلسونز ثيرم تتكلم عن الفاكتوريال. صحيح هذه يعني ويلسون كان كاتبها رسالة لصديق له بسأل عنها، وحلت بعد فترة عن طريق لاغرانج عام 1771. تعال نشوف خدينا النص النظرية theorem. P is a prime if and only if P minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod P. لاحظوا هاي فيها مزية على نظرية فيرمات. فيرمات إذا كان P prime A not divisible by B، فA to the P minus 1 congruent لل 1 mod P، كانت باتجاه واحد، لكن هذه باتجاهين. إذا P prime بحقق هذه الكونغروانس، إذا كان حقق هذه الكونغروانس فهو prime. خلينا نشوف البرهان في الاتجاهين. بروف. First assume P is prime. ولاحظوا for P equals 2 minus 1 factorial اللي هي 1 factorial اللي هي 1 واللي هي نفسها minus 1 mod 2. 1 ناقص ناقص 1 2 بيقبل القسمة على 2. نفس الشيء 4 P equal 3 minus 1 factorial اللي هي 2 factorial اللي هي بتساوي 2، وبرضو هاي congruent ل minus 1 mod 3. فإذا بالنسبة لاثنين والثلاثة صحيح، بس أنا بدي أبرهن بشكل عام. So assume P is greater than 3 prime وأكبر من 3. تعال نأخذ A belongs to the set 1, 2, 3 up to P minus 1. The congruence AX congruent ل 1 mod P has a unique solution. بدي أسميه A prime. أول شيء ليش في solution؟ لأنه A والP الجسدي تبعهم واحد. الA أقل من P، فإذا P ليس من قواسمه، فالجسدي تبعهم واحد وبيقسم الواحد. إذا في حل الجسدي واحد، إذا راح يكون حل وحيد سميته A prime. i.e. A prime congruent ل 1 mod P. وطبعا A prime هذا قسموه على B وخذوا الباقي، فإذا أنا بقول إنه A prime belongs to the set 1 to up to B minus 1، موجود ضمن هذه المجموعة. الآن بدي أورجيكم التالي. A equals A prime if and only if A equals 1 or A equals P minus 1. خلينا نشوف. لو أخذنا A بتساوي 1، ففي هاي الحالة هذا نفسه رح يكون A prime، لأنه 1 في 1 congruent ل 1 mod P. لو أخذت الـ A بتساوي P minus 1 راح يكون هذا نفسه A prime، لأنه P minus 1 في P minus 1 هذا بيساوي B squared minus 2P plus 1، وهذا congruent ل 1 mod P، لأنه لما أطرح 1 B تربيع ناقص 2B بتقبل القسمة على B. فإذا لما يكون الـ A 1 أو يكون P ناقص 1 راح يكون الـ A هي نفسها الـ A prime. طيب لو كان مختلف، note that
لو كان عندي A بتساوي A prime then A في A prime اللي هي يعني A في A هاي بتساوي A تربيع وأنا بقول إنه هذا congruent ل 1 mod P معناته P divides A squared minus 1 اللي هي A minus 1 في A plus 1 so P divides A minus 1 بس استنوا الA هو ضمن المجموعة من 1 لB ناقص 1 إذن الA أقل من B فالP ما بتقسم هذا إلا إذا كان A minus 1 equals 0 i.e. A equals 1 أو الاحتمال الثاني or P divides A plus 1 مرة ثانية الA أقل من P فإذن B ما بتقسمه لما ضفت له 1 صارت الB بتقسمه معناته هذا بكافئ أنه A plus 1 هي مين؟ هي الA plus 1 هي B وهذا بكافئ أنه A بتساوي P minus 1 So if A belongs to the set 2 3 لغاية P minus 2 معناته A ما رح يساوي A prime So 2 في 3 في 4 في لغاية P minus 2 هاي اللي أنا ممكن أكتبها 2 في 2 prime 3 في 3 prime لغاية P minus 2 في P minus 2 prime وهذا congruent ل 1 times 1 لغاية 1 مرة ثانية أنا عدت ترتيبهم مش شرط أنه يكون كل عنصر مع اللي بعده بس ما هو ضرب تبديلي هلأ ما في واحد بيساوي البرايم تبعه لكن البرايم تبعه من ضمن هدول فأنا أعد ترتيبهم هي كل واحد ضربته مع البرايم تبعه اللي هو يعني حاصل ضربهم واحد وبالتالي هذا congruent ل 1 mod P الآن تعال نضرب في واحد 1 2 في 3 لغاية P minus 2 في P minus 1 إذن أنا ضربت واحد في واحد في P minus 1 which is P minus 1 وهذا طبعا congruent هذا وهذا congruent ل minus 1 mod P لأنه لو جمعت واحد للطرفين بيصير عندي P بيقبل القسم على B لكن على الشمال اللي هو مين هذا هذا اللي هو P minus 1 factorial فإذا إذا كان P prime فP minus 1 factorial راح يطلع congruent ل minus 1 خليني بس هيك simple example يعني قبل ما أجيب other direction أورجيكم إيش اللي سويته وشو اللي صار بالبرهان هذا example لو أخذت ال B بتساوي 13 تلاحظوا لي إنه 2 في 7 14 هاي congruent ل 1 mod 13 و 3 في 9 هذه 27 27 congruent ل 1 mod 13 و 4 في 10 40 هاي congruent ل 1 mod 13 لأنه 40 ناقص 1 39 تقبل القسمة على 13 و 5 في 8 45 congruent ل 1 mod 13 وأخيرا 6 في 11 66 congruent ل 1 mod 13 فإذا لاحظوا إنه 2 في 3 في 4 في 5 في 6 في 7 في 8 في 9 في 10 في 11 في 12 لا في 12 بديش أنا بدي P minus 2 لغاية 11 هذه تساوي 2 في 7 هي هذول الاثنين حطيتهم مع بعض و3 في 9 هي هذول حطيتهن مع بعض وأربعة في عشرة هي هذول حطيتهن مع بعض وإيش عندي خمسة في ثمانية هي هذول مع بعض وأخيرا شو ضايل عندي ستة في حداش هي هذول كله congruent ل 1 mod 13 وبعدين بضرب في 12 طرفين فبصير عندي 12 factorial الشمال congruent ل 12 which is minus 1
مود 13. فإذا هذا اللي صار، يعني هنا طبقته على 13 وهذا اللي هو المثال تبعي. تعالوا خلينا نشوف الأذر دايركشن. أسيوم N أكبر من واحد وأنه N minus 1 factorial congruent ل minus 1 mod N. We want to show أنه N is prime. تعال نأخذ D. Let D أكبر من أو يساوي واحد وأقل من N و D divides N. أنا بدي أقول لكم أنه N هذا قواسمه هو نفسه والواحد. هلا هو نفسه انتهينا منه، أنا أخذت D أقل من N، بدي أقول لكم أنه D هذه هي واحد. So D أقل من أو يساوي N minus 1 لأنها أقل من N، فهي أقل من أو يساوي N ناقص واحد. So D divides N minus 1 factorial. ليش؟ مين الـ N-1 factorial؟ هو الـ N-1 ضرب كل الأعداد اللي أقل منه. هلا دي أقل من أو يساوي N ناقص واحد، فإذا راح تظهر من ضمن الـ factorization. Also D divides N. But N-1 factorial congruent لـ minus 1 mod N معناته N divides N minus 1 factorial plus 1. يعني N minus 1 factorial زائد 1 تساوي NK for some K in N. طبعا هذا كله موجب. Now 1 بتساوي NK minus N minus 1 factorial. Now D divides N. هذا طبعا implies انه D divides NK و D divides N minus 1 factorial لانه D اقل من او يساوي N ناقص 1. هذا بيؤدي هذول الاثنين مع بعض انه D divides NK ناقص N minus 1 factorial. بيقسم الاول بيقسم الثاني، اذا بيقسم الفرق بيناتهم، وهذا اللي هو ايش بيساوي؟ بيساوي 1. الان D عدد موجب وبيقسم الواحد، so D equals 1. hence أي قاسم للN غير الN راح يكون الواحد، hence N is prime as required. فإذا اللي بيحقق هذا الشيء لازم يكون prime. خليني معلش هيك أختم محاضرتي بمثال how to apply this. طلع هيك على أحد أسئلة الكتاب، سوري، هي سؤال واحد. Find the remainder when 15 factorial is divided by 17. لا وين أنا؟ هاي هون. غير اللون بس. Example. Find the remainder when 15 factorial is divided by 17. لاحظوا P بتساوي 17 is prime. معناته 17 minus 1 factorial اللي هي بتساوي 16 factorial is congruent ل minus 1 mod 17. بس أنا بديش 16 factorial، بدي 15 factorial. بسيطة، هاي 16 في 15 factorial congruent ل minus 1 mod 17. هلا بصير ألعب على قصة الكبير والصغير. 16 بالنسبة له هي سالب 1 لأنه 16 congruent لسالب 1، إذا هاي minus 1 times 15 factorial congruent ل minus 1 mod 17. قسم الطرفين على سالب 1 بصير عندي 15 factorial congruent ل 1 mod 17، يعني 15 factorial لما قسمها 17 الباقي راح يكون 1، إذا remainder is 1. خليني معلش اسمحوا لي بدي أحل كمان
سؤال شبيه فيه سؤال اللي هو الفرع الثاني find the remainder when 2 times 26 factorial is divided by 29 لا سوري هنا وين example find the remainder when 2 multiplied by 26 factorial is divided by 29 هلا P بتساوي 29 is prime إذن by Wilson theorem 29 minus 1 factorial اللي هي 28 factorial هيكون قوانت لمينس 1 mod 29 طب أنا بديش 28 بدي 2 في 26 فاكتوريال بسيط أول شيء خلينا نفك هذه هي عبارة عن 28 في 27 في إيش في 26 فاكتوريال هيكون جرونت لماينس 1 mod 29 28 هي كونجرونت لماينس 2 27 كونجرونت لماينس 2 وهي 26 فاكتوريال كونجروانت لماينس 1 مود 29 مرة ثانية بأكد عليكم لما يكون العدد كبير شيلوه حطوا عدد صغير بقابله بيكون سهل بتصير الأمور أسهل لاحظوا على الشمال اللي هي 2 في 26 فاكتوريال هاي كونجروانت لماينس 1 مود 29 إذن هاي وصلنا هاي 2 في 26 فاكتوريال بس الريميندر احنا لما بقسم دائما الريميندر اكبر من او يساوي الصفر اقل من 29 اذا بدل السالب واحد هذه خذوا الموجب هلا بدي ارجع الجوع هذا كونجروانت ل 28 مود 29 هيو الموجب اذا ذا ريميندر از 28 لانه 2 في 26 فاكتوريال كونجروانت ل 28 اذا ناتج قسمه أو باقي قسمة 2 في 26 فاكتوريال على 29 بتساوي 28 طبعا what about لو طلبت 26 فاكتوريال هذا congruent لإيش أنا هيني شفت أنه 2 في هذا congruent ل 28 مود 29 نقسم على 2 هي 26 فاكتوريال congruent ل 14 مود 29 على الجي سي دي بين التسعة وعشرين والاثنين اللي هو واحد اللي هي يعني طبعا 29 هذا مش مطلوب بالسؤال بس بورجيكم كيف ممكن الواحد يكمل السؤال ويشوفه نتوقف عند هذا القدر وبنشوف إن شاء الله المرة القادمة نظرية